السلام عليكم، هلا والله بالشباب، كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم عندي عده مواضيع ودي اتكلم عنها، بس والله محتار اتكلم في الموضوع هذا ولا الموضوع هذا ولا الموضوع هذا. خل نسحب اول موضوع ونشوف. لا، الموضوع هذا ما ودي اتكلم فيه، نخليه بعدين. نشوف الموضوع الثاني. الموضوع هذا برضو مو الحين. نشوف الموضوع، اتوقع انه في الجهه ذيك. اتوقع ان هذا الموضوع اللي ابغى اتكلم عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هلا والله بالشباب، كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم راح نتكلم عن شخصيه قدرت تهرب من اليابان لين لبنان عن طريق صندوق. شيء غريب، شوف شخص كذا داخل صندوق تحس ان الموضوع يعني غريب. قبل ما نبدا في مقطع اليوم حبيبي عزيزي المتابع، ما راح اطلب اشياء كثيره، لا تنسى بس اللايك والاشتراك، باقي شوي ونوصل 100,000 متابع. القناه الاولى 300,000، هذه نبغى نوصلها 100,000. تعرفون اني قفلت القناه القديمه. لايك، اشتراك، تفعيل جرس التنبيهات، ويلا نبدا في مقطع اليوم. اليوم يا جماعه الخير راح نتكلم عن شخصيه حرفيا جباره. شخصيتنا اليوم نحتاجها في حياتنا واجد، لان هي قاعده تشتغل بشكل صح. طيب أسامة، من الشخصية اللي معانا اليوم؟ وش الأشياء اللي سوتها؟ وش الأشياء اللي قدمتها؟ أبغاك بس تدخل معاي بفترة تخيل أنك الآن عندك شركة وتبغى تنجح بس ما تقدر تنجح. أبغاك تتخيل معاي حبيبي وعزيزي المتابع أنك أنت عندك شركة أو أبوك عنده شركة، وكانت بداياتك كانت بدايات ناجحة بشكل بسيط. بعد فترة يوم قررت أنك تطور في شركتك هذه، تعرضت إلى خسائر كبيرة، ورزقك ربي كذا بشخص من بعيد جاء وأنقذ الموقف هذا وخلى شركتك في النمبر 1. متخيلين في سنة 99 شركة نيسان أعلنت إفلاسها، وزيادة على كذا برضو مديونة بأرقام كبيرة جدا. المهم في هذا الوقت مر عليهم شخص أو رجل أعمال قال عطوني سنة خلوني أنا أمسك الشركة هذه. قالوا له خلاص ما في مشكلة، وقعوا على العقود أنه راح يتحمل المخاطر بشكل مرة كبير. المهم بعد سنة صدق شركة نيسان تطورت وصارت تدخل مبالغ أفضل من قبل، وخلال 3 سنوات شركة نيسان قفلت على الإعجاز عندها من ناحية المبالغ، وسددت مبالغ تبلغ 20 مليار دولار. واليابانيين يوم شافوا هذا كله قالوا من الشخص هذا؟ هذا الشخص حرفيا خارق. يعني تخيل حبيبي وعزيزي المتابع ان في شخص عربي كذا يدخل في الموضوع يقول خلاص اعطوني سنه وانا راح احل لكم المشاكل هذه كلها. وصدق بعد سنه قعدت تطور الشركه، بعد 3 سنوات سددت مبلغ 20 مليار دولار. فاكيد راح ينبهرون بما انهم هم ما قدروا يسوون الشغل هذا كله. صدق بما انهم هم شايفينه بطل خارق قاموا وسووا شخصيه هذا الشخص في مجلات الاطفال، يعني الشخص هذا اثر عليهم بشكل مره كبير. المهم ان الشخص هذا استمر 17 سنه وهو قاعد يكافح في هذه الشركه وقاعد ينجح الشركه هذه من نجاح لنجاح. مرت 17 سنه وفجاه يحصل الشخص هذا انه متهم وانه مختلس وانه لازم يتعرض للعقاب وللسجن. تخيل انك في يوم من الايام كنت من افضل الشخصيات الموجوده عندهم، وبعد فتره كذا يتقفل عليك كل شيء وتصير انت صدق مطلوب امنيا. الشخصيه اللي راح نتكلم عنها اللي هي كارلوس روسو. حرفيا الشخصيه هذه وصل للنقطه هذه انه بعد 17 سنه من انجاح لشركه نيسان قاموا اليابانيين يبغون يقفلون عليه كل شيء، يبغون يسجنونه لانه هو شخص يعتبر اجنبي ودخل عليهم وقدر يسيطر على الشركه كلها. طيب تعال نتعرف على مين هو كارلوس غصن يا اسامه. كارلوس غصن هو رجل لبناني وفرنسي وبرازيلي. الشخص هذا ولد في البرازيل، بعده انتقل للبنان، وبعده قرر انه يروح لفرنسا ويدرس البزنس. المهم انه معاه 3 جوازات سفر اللي هي اللبناني والفرنسي والبرازيلي. المهم بعد ما خلص دراسته على طول اتجه واشتغل في شركة ميشلان. المهم الشركة هذه مخصصة للكفرات والإطارات حقت السيارات. اشتغل في هذه الشركة ما يقارب 16 سنة. المهم تطور الموضوع هذا مع كارلوس لين وصل إلى رئيس المشتريات في أمريكا. بعدها انتقل من شركة ميشلان إلى شركة رينو في الفرنسية، ومسك مدير برضو المشتريات لشركة رينو. المهم الشركة هذه كانت طايحة أسهمها بشكل مرة كبير، في سنة واحدة كارلوس غصن قدر يرفع أسهم الشركة هذه. من هنا بدأت قصة كارلوس غصن. في نفس السنة هذه قررت شركة رينو إنها تندمج مع شركة نيسان، وقررت انها تشتري 37% من شركة نيسان.
وفي نفس الوقت صار كارلوس غوسون هو مدير شركة تنفيذي لشركة رينوف وبرضه ماسك أعمال شركة نيسان. المهم مثل ما قلنا في أول حلقة إن شركة نيسان كانت أصلاً إنها طايحة الله لا يعوق بشر واسمها مرة نازلة، وعندهم برضو عجز 20 مليار دولار مبلغ مرة قوي. المهم قرر كارلوس بما أنه ماسك أعمال شركة نيسان قرر أنه يقدم خطة ويسوي خطة لشركة نيسان عشان تقدر يخليها تنجح. وحرفياً خلال 3 سنوات شركة نيسان سددت المبالغ اللي عليها بشكل كامل. الخطة اللي اتبعها كارلوس غصن أنه يقلل عدد الموظفين، قلل 21 ألف وظيفة، يعني أنهى الوظائف هذه. والخطة الثانية بيع بعض الأصول الخاصة بالشركة للشركة أصلاً ما تستفيد منها. وقرر برضو أنه يعين مديرين داخل هذه الشركة من خارج اليابان، يعني من أمريكا، من أوروبا، من أي مكان مختلف. كل هذه الأشياء اللي سواها عشان يقدر يغير ثقافة اليابان. فقرر أنه يغير لغة الشركة من اللغة اليابانية إلى اللغة الإنجليزية. المهم الخطة اللي سواها هذه كلها بس كان هدفه أنه يوصل شركة نيسان في 2005 إلى بيع 1,000,000 سيارة. الخطة هذه كانت خطة إنعاش محكمة للشركة اليابانية هذه. المهم أنه رسم الخطة هذه، قال خلاص على 2005 راح أطبق الخطة هذه. في 2003 قدر يتجاوز مبلغ مرة كبير، وفي 2005 وصل إلى بيع 3.5 مليون سيارة. عدد مرة كبير، نجاح مرة قوي وباين عند الشعب الياباني كلهم. وفي 2005 طلع هو الرئيس التنفيذي لشركة رينو ونيسان في نفس الوقت. لدرجة نجاح هذا القوي شركة فورد عرضت عليه، قالت له في 2006 تعال وتوظف عندنا في شركة فورد، وكان شرطه هو الوحيد اللي هو انه يكون الرئيس التنفيذي وهو المتحكم في كل شيء. فرفضت شركة فورد هذا الخيار اللي اختار له كارلوس غصن وانهى موضوعه مع شركة فورد. المهم ان كارلوس غصن عنده خطط مرة كثيرة عشان ينجح فيها شركة نيسان. في الفترة هذه برضو تعاقد مع شركة ميتسوبيشي وبرضو تعاقد مع شركة ثانية اخرى. فالرجال هذا كان معزم وحاط في راسه انه لازم ينجح الشركة هذه. المهم ان هذه الفترة كانت الفترة القوية اللي مر فيها كارلوس غصن، وكانت شهرته مغطية اليابان ومغطية الدول كلها. لحد تاريخ 2018 شهر 11 انتهت الله يسلمكم الفترة الذهبية لكارلوس غصن. ألقوا عليه اتهامات كثيرة وقالوا ان هذا الشخص انه قاعد يحاول يسرق وانه قاعد يتبع سياسة غريبة. بعد ما قبضت عليه السلطات اليابانية طلعت نيسان وقالت احنا نقيل كارلوس غصن. بعد ما ألقوا القبض على كارلوس غصن قعدوا يحققون معاه وقعدوا يسألونه، قالوا له انت قلت لنا عندك في البنك 40 إلى 45 مليون. يوم بحثنا في الموضوع وشيكنا في الموضوع لقينا عندك 95 مليون دولار. المهم قاموا وحطوه في السجن عشان يتحققون من موضوعه. المهم بعد انقضاء 5 أشهر من جلوسه في السجن قرر انه يطلع بكفالة قيمتها 9 مليون دولار. طلع من السجن، جلس ما يقارب ممكن 30 يوم، ونزل تغريدة كارلوس غصن وقال فيها اني راح اسوي مؤتمر صحفي وراح اقول لكم كل شيء بأمانة وعلمكم كل اللي صار. قبل ما يصير المؤتمر هذا قبضوا على كارلوس غصن مرة ثانية، والبيان حق التحقيق كان مكتوب فيه ان شركة نيسان تقول ان كارلوس غصن قاعد يستفيد من الشركة ويجيب فلوس عن طريق مصلحته الشخصية. المهم انه ما طول حوالي اسبوع داخل السجن وطلع بكفالة قيمتها 4.5 مليون دولار. حرفيا بيني وبينكم مبالغ قاعدة تنصر بشكل مرة كبير، ما ادري هم متقصدين الشيء هذا او لا. وزيادة على كذا حطوا له شروط قالوا لازم توافق عليها، اللي هي انك ممنوع انك تطلع من اليابان، والشيء الثاني راح نشدد عليك الحراسة عن طريق كاميرات المراقبة، والشيء الثالث ان جوازاتك الثلاثة الفرنسي واللبناني والبرازيلي راح تكون مع المحامي حقك في اليابان. ورغم هذه الشروط كلها والتعقيدات، يعني كنا تجون في نص السجن بس انه داخل بيته، فقدر انه يطلع فكرة جبارة. سوى الفكرة هذه وقدر انه يهرب من اليابان. عاد هنا حرفيا بدأ الاكشن الحقيقي في قصة اليوم. بعد ما طلع كارلوس غصن من السجن لاحظ ان اليابانيين قاعدين يعقدون مع الموضوع، ما يبغون يحلون مشكلته نهائيا. فقعد يتابع بعض القضايا الموجودة في اليابان، فلاحظ ان القضايا تاخذ من 20 سنة إلى 30 سنة. لا قاعد يكذب عليكم، هذا شكلي انا اللي بكمل. تقعد دائما القضايا لمدة 5 سنوات في التحقيق فيها،
المهم انه بعد ما هرب تكلمت عنه الصحف وقالت ان هذا الشخص استخدم مجموعات لتحرير الرهائن من حول العالم. كارلوس غصن طلع لهم كذا وقال لهم لا انا اللي قدرت انحاش بنفسي، وانا الشخص اللي خطت الاشياء هذه كلها. بس لو تلاحظون الموضوع هذا اصلا ما يدخل العقل ان في شخص قدر ينحاش الحاله، كيف قدر يتواصل مع الناس اللي برا وهو محاصر بشكل مره كبير؟ طلع عندهم مصرح وقال لهم ان هذا الشخص قدر ينحاش من اليابان عن طريق مجموعه، والمجموعه هذه كانت تراقب المطارات وتراقب الثغرات عشان تقدر تطلع كارلوس غصن من اليابان. المهم التخطيطات هذه استمرت من شهر 4 لين شهر 12 في احتفالات راس السنه. تعرفون يعني كل دولة في احتفالات رأس السنة يجيبون فرق موسيقية ويجيبون الأشياء هذه ويحتفلون برأس السنة. في تاريخ 29 قرر كارلوس غصن إنه يبدأ بالخطة. أول شيء طلع من الفندق وكانت قاعدة تراقبه الكاميرات، وانتقل إلى فندق ثاني، والفندق هذا كانوا فيه شخصين قاعدين ينتظرونه وكانوا معهم الصناديق حقت المعدات الموسيقية. أحد الصناديق هذه صندوق فيه معدات موسيقية وصندوق مهيأ إن كارلوس غصن يكون داخله وفي فتحات تهوية. اطلعوا من الفندق هذا والكاميرات قاعدة تشوف ان كارلوس غصن دخل بس انه ما طالع لحد الان. طلعوا من الفندق هذا على طول توجهوا للمطار، وكانت احد الثغرات اللي حصلوها في المطارات الخاص ان مفتشين المطار ما يراقبون الاشياء بشكل مره كويس، وان تفتيش الصناديق راح يكون عن طريق النظر ما راح يكون عن طريق اجهزه التفتيش المعتاده اللي تجينا في المطار. المهم انهم هم طلعوا من الفندق هذا واتجهوا الى مدينه ثانيه في اليابان قريبه عند المطار الدولي. بعدها بساعتين اقلعت الطائرة وفيها الصندوق اللي فيه كارلوس غصن. المهم انهم هم اتجهوا الى تركيا ما اتجهوا للبنان عشان ما يدققون الحراسة في لبنان وما يشكون اصلا في الطيارات اللي راح للبنان، فاتجهوا لتركيا. وتقول بعض الصحفيين فيه موظف كان يزور السجلات عشان يقدر يدخل كارلوس غصن الى تركيا. المهم انه سهل امورهم بشكل مرة كبير، اول ما وصلوا الى تركيا على طول في طيارة ثانية بتطلع من تركيا الى لبنان. في جزئية بسيطة نسيت اذكرها لكم، يوم كان في اليابان كارلوس غصن طلب من الحكومة انهم هم يعطونا جواز عشان يثبت للناس ان هذا صدق كارلوس غصن اذا قدر يتحرك تحركات بسيطة، فاعطوه الجواز الفرنسي. اكيد راح تسألني بتقول سامة طيب ليه ما راح فرنسا؟ ليه راح الى لبنان؟ اوكي راح اقول لك، هن لبنان ما فيها تسليم المتهربين حول العالم، يعني النظام هذا مو عندهم انه يجي واحد شخص متهرب بعدين يسلمونه دوليين، هذا الموضوع مو عندهم. بعد ما وصل لبنان كارلوس غصن راح لبيته واحتفل برأس السنة مع زوجته. حرفيا قصة جبارة لأبعد درجة، قصة تحكي لك معاناة شخص كافح عشان ينجح وينجح شركة اتفقوا معاه، وبعد فترة ينقلب عليه كل شيء. راح أسألك سؤال حبيبي وعزيزي المتابع، لو عندك شركة بنفس شركة نيسان وكانت خسرانة وجاك شخص بنفس القوة هذه ونجح شركتك 10 أضعاف، هل راح تحقق معاه وتسجنه وتبهذله أو لا؟ إلى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم، وأشوفكم في أمان الله. أتمنى تقديمي كان بشكل مرة كويس. سلام عليكم.